على مساحة أكثر من 1,000,000 متر مربع يمتد معرض رشيد كرام الدولي. صرح هندسي ومعماري ضخم يحمل بصمة وتوقيع المهندس البرازيلي العالمي أوسكار نيماير. حدائق بلا أسوار وبرك ومسرح عائم وبيت ضيافة ومهبة للطائرات وقاعات بهندسة فريدة قوامها البطون المسلح. نيماير أراد تحويل هذه المساحة إلى مركز استقطاب للمعارض العالمية، غير أن الحرب الأهلية وأوضاع لبنان حالا دون ذلك، واقتصر العمل فيه على معارض محلية ومهرجانات صغيرة. هذه المعالم بأقواسها وانحناءاتها وإشكالها الهندسية تنفض عنها اليوم غبار الإهمال ورواسب الاقتتال الداخلي، ليعود معرض رشيد كرامي إلى الواجهة مع إعلان اليونسكو وضعه على لائحة التراث العالمي، ويعيد معه عاصمة لبنان الثانية إلى الواجهة. وإذا كان المعرض سادس معلم لبناني يدرج على لائحة اليونسكو بعد جبيل وصور وعنجر ووادي قديشة والأرز، إلا أنه الأول من صنف العمارة الحديثة هندسة وتنفيذا في الشرق الأوسط والعالم العربي. لصباح العربية، رينا دويهي، طرابلس.